بكم الناس، مرحبا بكم معايا فيديو جديد، معكم إمام المجوهرات فاتين مرة أخرى. اليوم غادي نقترح لكم باك دو مكياج اللي كتجي غزالة، شي حاجة اللي رائعة أنيقة وعاطية العين. أنا باغي نقول لكم نقترح لكم هاد البنات كتجي بحال هكا كيف كتشوف معايا، شي حاجة اللي غزالة بزاف. سوليتير ديالها كيجي على هاد الشكل بهاد الحجرات اللي بيان سيغتي، والأليونس ديالها كيجي بحال هكا فيه ناد الفتلة بحجرات اللي بيان سيغتي، كيجي غزال وزوين وأنيق. فوالا البنات لا باغي عن قرب كتجي بحال هكا، من الجلد كتجي على هذا الشكل، واللبسه ديالها كتجي رائعه كيف كتشوفي معايا، كتجي شي حاجه اللي غزاله وزوينه عاطيه للعين. ديزاين ديالها رائع بزاف، وفيها واحد لابغيونس خطيره خطيره خطيره، كتجي فنه وانيقه. كنتمنى ان انا باغ نقترحت عليكم اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. لي زانفورماسيون ديالها كاملين غتلقاهم في لاباغ دانفورماسيون. بالصحه والراحه، وما تنساوش مجوهرات فاتين ذهبي حتى عندك. قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا، وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك، و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.